عمارة طويلة في فريق اتحاد طنجة كان عميدا للفريق وجمعتني به أيام طويلة أكثر من عقد ونصف ونحن نلاعب الكرة. أحس بالفخر والامتنان بأنني ابن طنجة وأنا بين هذه القامات الوازنة التي أعتبرها أساسية وكل من حاول أو بذل مجهودا حتى أكون في هذه اللحظة كعبد متواضع وسط هذه التلة من العمالقة، وإن قلنا العمالقة فعمالقة كل ما تحمل الكلمة. أولا وصلنا المرحلة الخامسة في اليوم الخامس رمضانية طنجة الكبرى في نسخته الثانية، عرفوا النجاح والإقبال الحمد لله. اليوم كاين ثلاثة أنشطة موازية، ثلاثة أنشطة كل واحد فيها العشاق ديالها. كاينة أمسية شعرية جمعت واحد جوج ديال النساء اللي هي بهيجة البقالي، الشاعرة بهيجة البقالي وسامية الدالي يوسف، اللي كيأطر هذه الندوة هذه والسي خالد الرابطي مشكورا، ويرافقهم بسلعود أنور حمدان. صراحة أمسية مرت في ظروف ممتازة، عشاق الشعر يعني كانوا في أبهى صورة وفي أبهى حلة، كذلك عشاق الألعاب الإلكترونية كانوا مجموعين في قاعة دار الشباب حسنونة ويتمتعون بالألعاب وانطلاق المنافسات بصفة رسمية، وكذلك أماسي في نسخته الأولى خلال هذه السنة لكي استضف العميد السابق لفريق اتحاد طنجة ورئيس جمعية قدماء اتحاد طنجة لكرة القدم. لصراحة عرف واحد الحضور وازن، كاين هناك واحد يعني الفكاهيين نور الدين وجمال، كاين واحد مجموعة اللاعبين السابقين، كاين هناك واحد مجموعة الفعاليات، كاين هناك قيدوم الصحفيين السي عبد السلام الشعباوي مدير الجهوي ديال الشباب. يعني هذه اللمات الرمضانية كتعطي واحد القيمة مضافة لهذا المهرجان هذا، وكذلك كتعطي واحد الطابع لمدينة طنجة، إشعاع في مدينة طنجة في رمضان، لأن رمضان عنده طقوس ديالو، وكل مرة كنحاولوا أننا نجيبوا الجديد ونجيبوا شي حاجة اللي يمكن له الجمهور الذواق أنه يتمتع بها، وهذا هو اللي الحمد لله. لا في الندوات الفكرية ولا في الدوريات ديال كرة القدم ولا في الأمسيات الشعرية ولا في مجموعة ديال البرامج المشتركة اللي كنعملوا الحمد لله عطات الأكل ديالها، وهذه الحمد لله كتعرف على أن الحاجة اللي كتزيد تفرحنا هو أن مجموعة الناس في مدينة طنجة كتتصل وكتثمن هذا المجهود، وكذلك كتقول على أن الحمد لله كاين اللي كيعرض الخدمات ديالو، أنه يعني الخدمات يعني ماشي 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 بشكل سلبي، أنه مستعد يساهم في أي تظاهرة اللي هي كتحمل إشعاع مدينة طنجة. هنا كيبان لك على أن مدينة طنجة تسخر بعدة مواهب في جميع المجالات العلمية الفكرية الثقافية الفنية الاجتماعية، كخص غير اللي يحاول أنه يولد الأفكار ويجمع الطاقات والكفاءات ويعمل واحد الانتاج اللي هو جيد ويحيد يشوف بعيد ويكون كيستحضر المصلحه العامه، وكنظن وقيله دائما الحمد لله غادي ينجح. بكل صراحه الشعور لا يوصف، الشعور كيبقى شعور بالنسبه لي كله فهمتي حسيه وعاطفه جياشه، وكل حلم وكل حنان وكل عطف وكل تجاوب بين الحضور رائع لهذه القامات التي ما فاتئت ولا بخلت ولو بجزء من وقتها لتحيي هذه الأمسية لهذا العبد الضعيف المتواضع. فشكرا للجميع، شكرا للحضور الرائع والمتميز، وشكرا كما قلت لهذه المبادرة التي تعتبر مشروع مستقبلي له بعد ثقافي رياضي اجتماعي تراثي. فبالنسبة لي ماذا أقول، ليس لي سوى أن في هذه اللحظة أن أدعو إلى العلي القدير أن يرحم والدتي، هي التي سهرت وضحت من أجل هذا العبد الضعيف حتى وصل لما وصل إليه، ولكن تبقى دائما أو أبقى دائما أنا مدين لهذه المدينة، سأظل رافع راية التحدي لتبقى طنجة كما تسمى عروسة الشمال
أريدها أن تبقى عروسة بما تحمل الكلمة من معنى. وشكرا لأولئك الإخوة الذي ساهموا وبدلوا هذه المبادرة من أجلي، فأنا سعيد جدا، وما علي إلا أن أهنئ عائلتي كبيرها وصغيرها لأنهم يعاملون ويحتضنونني احتضانا خاصا، فأنا سعيد بأنني ولله الحمد ربما أقدم لهم ولو جزء بسيط من ما يستحقون من الخدمات التي يقدموها لي. فشكرا مرة أخرى للحضور، وشكرا للإعلام، وشكرا لكل من ساهم من قريب أو من بعيد من أجل إنجاح هذه الأمسية التي تعتبر أمسية استثنائية لأنها تصادف أيام من الأيام الجليلة من هذا الشهر العظيم الأبرك شهر رمضان، أن تحظى بهذا التمثيل وتحظى بهذا الاهتمام، فهذه هي كرامة من عند الله، فحمدا لله على كل شيء، وشكرا مرة أخرى للجميع. رمضانية طنجة يغري بالمشاهدة، باقي ان شاء الله عندنا مفاجات سارة، كاين الفنان يعني ليلى ديال المديح مع الفنان سعيد بالقاضي، باقي ابناء وبنات الزرياب، كاين مسرحيه ديال التويزه ديال الفقيه، كاين واحد مجموعه البرامج اللي هي متميزه باقي كتغرينا، وكذلك الايام التضامنيه اللي غادي نكون ان شاء الله عاوتاني مغريه. عندنا زياره السجن المدني لمقصورة الاحداث اللي غيكون فيها افطار وغيكون فيها يوم رياضي وكذلك يوم يعني تحسيسي من ديك الاطفال ولا ديك ماشي الاطفال الشباب اللي هما في المقصورة الاحداث، باش نحاولوا انهم في اطار اعاده الادماج والتوعيه كذلك، لان التوعيه هي اهم شيء. وكذلك عندنا زيارات للمستشفى الامراض العقليه، لان الناس هذو خصو ينفتح اليوم، ماشي راه كتجبر تما مدمنين مساكن، كتجبر واحد مجموعه ديال الناس اللي هما الظروف حملتهم تما، حتى هما خص الانسان يحس بالدفء ويحس الانسان ما يهربش منهم. كذلك اطفال التوحد، هذه السنه هذه العام اللي فات منا حضانه طنجه، وهذه السنه هذه منا اطفال التوحد. اذا هناك واحد مجموعه البرامج اللي حنا ان شاء الله كنتمنوا لها النجاح. من المنبر ديالكم كنشكر السيد الوالي محمد مهيدي على الدعم ديالو لهذ المهرجانات بحال هذه وعلى اي حاجه كتخدم مدينه طنجه، رئيس جهه طنجه تطوان، وكذلك الخيرات الجماعه في شخص العمده ورئيس مقاطعة طنجه المدينه والمديريه الجهويه للشباب، قطاع يعني وزاره الشباب والرياضه، قطاع وزاره الشباب والثقافه والاتصال، جهه طنجه تطوان الحسيمه، ومجموعه ديال الجمعيات اللي شاركوا معنا وتعاونوا معنا، وعلى راسهم وسائل الاعلام المحليه والوطنيه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.